بفقرة واتس كوكينج لليوم معنا شيف توني بانو، ووصفتنا اليوم هي تورتليني مع تشيكن. صباح الخير. نورا منورك. تمام. كيفك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ فيري جود. اليوم تورتليني مع دجاج. أكلة أنا كثير بحبها. سريعة. طيبة. سريعة وطيبة، وهيدي إذا بدك تقول هيدي الباك أب على طول تبعنا نحن الأمات بالبيوت، يعني وقت نكون مستعجلين ما معنا وقت. يلا. هذا تورتليني هي عن جد يعني. أهين باستا معقول حدا يشتغل فيها أنا برأيي. بس نحن اليوم عاملينها شوي بطريقة كل شيء باستا انه هي انشغله مزبوط. التورتليني على شو اليوم عم نستعمل؟ على جبنة. شو محشية؟ جبنة. جبنة. أنا جبت جبنة بعدين تذكرت انه كريستال معنا اليوم ما بيأثر. ما بعرف شو كيف بدي رضيها، ما بعرف اليوم. اليوم كريستال لا، بدنا نحضر لها نرجع شيء ثاني او نعزمها على الغداء. أكيد شيء مطرح ما فينا نزعلها لأنه زعلت هلا، بس إنه ما بيأثر. أنا حق علي. قررنا نعزمك على الغداء برا. لكن انا اليوم جاي بتورتليني على اطيب شيء انا بحس على العجبنه التورتليني بحس صح. انا كمان على طول بجيبها رح احط معها دجاج، وعندي شويه بصل ثوم كرات كراس كثير طيب معها، رح احط بقلبها سبانخ وشويه حبق كمان. اوكي خلينا نبلش. اول شيء شويه بصل رح نقليها مع زيت. قبل كل شيء خلينا نحط التورتليني سلون، مي مغليه اكيد، يمكن ما بدهم اكثر من 7 دقائق. بتخيل 7-8 دقائق رح شيلهم ورجع اليوم نرجع احطهم مع الصوص بقلب ال كمان بكفوا استوى 100%. انا جايب دجاج صدورة، اكيد انا بفضل الصدورة على انه نجيب فخاد ولا ايه بهيك وصفات، يمكن كمان اهين نشتغل بالصدورة 100%. شوية بصل شوية ثوم خلوا يتقلوا مع بعضهم مع كرات وكرافس بالوقت، وانا بقطع الدجاج. الدجاج رح نقليه على جنب لوحده؟ لا رح احطه لحد فرد مرة دغري يتقلى مع البصل. يعني انا بحس كمان هاي الوصفة فينا هي زيتها بلا الدجاج، ما هيك؟ فيك اكيد بلا الدجاج، هي زيتها مثل ما هي من دون من الدجاج. طبيعي فيك تعمليها بلا دجاج. نقطعهم هيك شوية أصابع صغيرة أصابع صغيرة. رح أحط لهم أنا شوية نشا لورا وقليهم مع البصل والثوم. تصيروا نكزة كريسبي. إيه وبعدين أنا بيشربوا الصوص هلا بطل الدجاج ناشف. كل ما نقطعهم ارفع كل ما يستووا اسرع بيطلعوا كريسبي اكثر. فيك تعمليهم كمان كيوب اذا بدك، كمان مثل القريبين بكون على حبه تورتليني كمان. وفينا هيدي هلا لما نعملها نخلصها لورا فينا نحط لها جبنه موزاريلا على وجهها بصينيه وعلى الفرن. بالفرن كمان بتطلع كثير طيبه، بس نحن مش هنعمل هيك، رح نعملها بلا الفرن اليوم. لكن عنا بصل ثوم كرات كراس صحيح. يلا شوية نشا، مش حملح ولا واهر ولا شيء، أنا عامل أنا هون بويون تبع الدجاج. أوكي محضرة، رح نزيدها كمان فوق القلية. دغري فوق ال بس يكون تقلو شوي صغير البصل والثوم. فينا نجيب شامبينيون دو باري العادي نفرمه كمان قلي معهم. انا جايب هذا الشامبينيون بهالمرحله جايب هذا الشامبينيون بحليه لوحده مع شويه بقدونس ورشه على الوجه. اوكي مع شويه توماس الشيف. توماس الشيف فيك تعمليهم بالبيت كثير هينين، بس بتشيلي قشرة البندورة من فوق بتحمل الفرن على حرارة كثير واطية بتحطيهم شي ساعتين هيك بينشفوا لوحدهم على طول على حرارة واطية وبنعطيهم وقتهم ايه بدهم كمان وقت. مثل كأنه على حرارة الشمس عم يستوى عم يدبلوا. هلا فيك تستفيدي من الشمس كمان هلا هلا ايه عنا كل هالنسوان اللي بحضروا الموني على سطح البيوت بالجبل في احلى منها. وصفتنا اليوم سريعه وهينه وطيبه.
حكينا نحضر شوية حبق نحطها كمان معهم حبق مع السبانخ. اوكي ريحة الحبق طول الباستا بدها حبق. الحبق وين بتحطيه بيجي طيب جد وخاصة مع الباستا. باستا بيستو فيها تعملنا. بدنا ننطر الدجاج ليستوي على الاخر مش يعني بس تبلش هيك ياخذ كله لون مع بعضه. رح طفيهم بنبيض انا وزيد عليها البويون مع الكريم. بيكون التورتيلين شهر ومنشيلها نخلطهم مع بعض. نخلطهم مع بعض صحيح. هيدي اكيد اكيد انا بعمل الطبخه بالبيت اكيد رح جربها. بتطلع اطيب حسها هي. واو بدنا ندوق. انك حطيتها للحبق. شفت ريحه الحبق عن جد حلوه. هلا هول الخضره فريش عم بالسبانخ الحبق. احنا منا واحد يكون زارع حبق بالبيت يقطف منا ويحط بالطبخه دغري بالطبخه. هي الله شي يكون عندك رومارين اللي احنا منا كمان يكون عندك شويه رومارين حدا. هول القطط ضروري على طول يكونوا موجودين طازه. يلا انا رح زيد النبيذ الابيض. استوى الدجاج اخذ لون. عم بياخذ لون ايه. وهلا البويون. بعد قبل ما احط الكريم رح احط السبانخ لانه ما بدي اياهم يتبلوا كثير. تضل الورقه أوكي. الورقه فيها اذا بحطهم قبل وبعدين لورا هلا بتدبل كثير الورقه. بس بنحطهم قبل الكريم او بعد الكريم؟ قبل الكريم. قبل الكريم. قبل الكريم ايه. هلا ببلش حمل مقلاي نقلي شامبينيون لوحده. تورتيليني هون تقريبا يلا دقيقتين ونشيلهم. تخليهم يغلوا مع الصوص ياخذوا الطعمات كمان تبع الصوص. اكيد تحتاج البات تشرب الصوص كمان. بس بتخيل بهيك وصفه ما لازم نكون عم نحط الباستا بالصوص قبل بكثير وقت، دغري قبل التقديم لانه بتنشف شوي. ايه بس اذا انت بدك تحطيها بالفرن ما بأثر عليها. ايه صح. فيك تخليها بالصينية. اذا بدي اقدمها مثل ما هي هيك بترك انه بترك انه بخلط الباستا مع افضل الصوص قبل ما يجي انه قبل دغري شوي. قبل التقديم 100%. بس بدك تعمليها بالصينية وبالفرن ما بأثر. فيك تعمليها وتحطيها إيه بالصينية وتزيدي لها شوية الصوص تبعها لأن هي بترجع بتشرب الباستا. وتخبزيها عشية إذا بدك. فيك تحضريها صح. بالنهار تعمليها عشية. بس أهم شيء تزيدي لها الصوص لأنه رح تيجي تلاقيها إذا ما زدتي لها منشف الصوص عليها وشربانة كل الصوص. أنا بعد ما دقتها إذا بدها ملح ولا شيء هلا لأنه في البويون فيه ملح، هلا بنرجع بندوقها آخر شيء. شقفتين زبدة. فينا نعمل شامبينيون عادي لورا مش شرط هذا. نحن بعد عنا نقلل الشامبينيون وبس تخلص هيدا رح نحطه عليهم ما هيك؟ عوجة عوجة. معنا بعد حوالي 7 دقائق معنا وقت. عظيم. رح زيد الكريم هلا.
نقدر ننقل الطنجرة على تاني ميل تتقدر تاخذها الكاميرا؟ أكيد. أوكي. هنقدر نشوف الألوان كيف صارت والتكستير تبع الصوص. يعني هون صار عندنا لورا توم كرات كرافس بصل المبيد الابيض مرقه الدجاج الحبق عن جد طعمات كلها كله مخلوط مع بعض. يعني هيدا ما حيالها باستا هلا هيدي الصوص، حتى مش ضروري تورتليني يكون في بقلبها جبنه. فيك ما تحطي دجاج، فيك تحطي بيكن كمان تقلي بيكن او ايش بدك تحطي. مضبوط. ضيقتها مره هيك. طيب يلا خليني صفي انا كمان تورتليني لنخلصوا. هلا المشروم ضروري نكون عم نحط له هالقد زبده تيتقلى تاخذ طعمه طيبه. ما فينا نقلل، فينا نقلل شوي بس انه هلا طيب الزبده ما راح يشربون او زيت. بقدر الزبده انا هلا انا عم دافع على اللي عم يعملوا دايت بس عم بحكي بلسانه. حبيبي ما انا بيبي كثير مهضوم بالاستوديو. ابنك؟ هاي هاي بونجور. ابنه لجورج رشيد ستيج مانجر. شو اسمه؟ ليلا. ايلاي. يلا بس هي احنا تدوب الزبده مزبوط. بحب الباستا. حنتعمل اليوم، رح نغذي باستا اليوم. اطيب باستا اليوم. اطيب باستا اليوم لهلاي. انا خليني بس ذوق الصوص اذا بدها شيء لورا، اذا بدها ملح مبهار. رجعنا زدنا شيء على الصوص او خلص؟ لا بدي زد هلا شوية ملح. بدنا نحط بارميزان كمان او لا؟ اكيد بقلبها. يلا شامبينيون جبناهم فرطناهم. ما بدهم كثير ساعتها هلا مع الزبده. لا هيدا المشهد لازم تاخذه الكاميرا هون. في اطيب منها شامبينيون مع الزبده. بنحركهم ولا بنخفي بس ياخذوا لون تاخذوا لون هلا اول كوش بعدين بنقلبه. اوكي هون رح نحطهم على الوجه، ما رح نحطهم بقلب الصوص. على الوجه بس لو شامبينيون دو باري العادي وقت نقطعه بنحطه دغري بال بتقليه معه كيف بتقلي البصل والثوم كنت لورا. مش على جنب. مش على جنب، هي اكثر يعني برزنتيشن هيدي. بس نحن بالاساس حطينا زبده او زيت قبل ما نقلي البصل. زيت. بدنا نقليهم هلا شوية بقدونس على وجههم لما يخلصوا، رشة ملح صغيرة. والسان دراي توميتو وين بنحطها؟ على على الوجه. نحن بضل عنا البرزنتيشن، معنا دقيقتين اذا بتحب نبلش. يعني بس بدي اياها بس تغلي بعد شوي صغير البات هون تشرب الصوص. يعني تنقول منا وصفة خفيفة اليوم. دسمة شوي ما هيك؟ دسمة بس طيبة. أكيد طيبة، ما هو كل شيء دسم طيب.
مثل ما قلنا اذا بدنا نفوتها على الفرن نفس الشيء بنحطها بصينيه بنحط لها شوية موزاريلا او وجه تشيدر اللي بنحب الجبنه اللي بدنا اياها شي دقيقتين بالفرن مش اكثر تدوب الجبنه تدوب خدك عالك الصبع مهضوم كثير اسم الله خليه خليه ياكل معنا باستا هلا غليت؟ ايه غليت شفت السبانخ بقيوا شوي هيك وراء يعني اكيد ايه نحن ما فرمناهم ما فرمناهم مش احسن نفرمهم هلا انا جايب البيبي كنت لو عندنا بلدي اكيد نفرمهم بلدي بس مش كثير رفاع حتى لا لا ما عندي حيذوبوا لانه بتفرميها تقريبا حجمها قد ايه لورا؟ حجم البيبي يعني حجم البيبي رح تذوب دغري نحن تقريبا خلصنا بدنا بس نسكب هلا يلا فيك تكفي على رواق رح ناخذ بريك بعد أوكي. شوي ومن بعده بنكون عملنا البرزنتيشن وبندوق عودة لفكرة تيستينج شيف توني بانو اليوم حضرنا أكل كتير هينة بس أنا أكيد إنه من أطيب الأكلات يلا هلا بتدوقي إيه؟ بتعطيني رأيك يلا سو عملنا تورتليني مع دجاج كريم فريش بويون دجاج صحيح بصل كرات بصل كرافس. كرات كرافس حبق سبانخ شامبينيون بس عن جد يعني الحبق كتير طيب فيها السبانخ طيب يعني مش حاطين قصص مش طيبة بارميزان الشغلة الوحيدة اللي عملناها غلط انه عملناها النهار الاربعاء اليوم يعني كان بودنا تكون كريستال معنا على تيستينج بس معلش الحق علينا يا امي طيب رجعنا زدنا بارميزان زدنا بالصوص بالصوص وشو كمان في طعمة هيك طيبة طعمة بركة التوماس الشاي بركة بعدين لا فيها كثير طعمة طيبة مثل ما هي لورا شيل التوماس الشاي حطي لها جبنة وعلى الفرن كمان بتطلع كثير طيبه مزبوط كثير هينه واكيد بحبوها كبار وصغار هيدا الاخضر هو بقدونس مع المشروم نحن اذا حطينا المشروم العادي بالطبخه كمان بنحط بقدونس او لا لا ما فيها دجاج صار فيها سبانخ وصار فيها حبق يعني بس انا حتى ياخذ الشامبينيون شويه لون هيك يعطيه لون حلو حطينا شويه بقدونس بس انا اكيد اذا بجيب شامبينيون بحطيها بالطبخه مش ضروري ماني بحاجه اكيد ميرسي كثير شيف اكيد لانه طبخه كثير هينه انا بعدك نجربها وراح ارجع اعطيك فيدباك عنا مشاهدينا اذا عبالكم ترجعوا تشوفوها اكيد موجودين كل وصفاتنا على ابلكيشن ام تي في وعلى يوتيوب شيف توني ثانك يو بنشوفك الاسبوع الجاي مع وصفه جديده انا بشوفكم كمان نهار الجمعه بحلقه جديده باي باي